أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. متابعينا الأعزاء، انطلق شوطنا الأول، الشوط الرئيسي للقعدان الجذاع للإنتاج والمنتجين. متابعينا الأعزاء، مسافتنا هي 5 كيلومترات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول. من يتقدم ويقود هذه الجموع؟ يتقدم الباسل لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال. من يقدم لنا الباسل مع المركز الأول؟ ثاني الأسماء مضمون غير مع المركز الأول لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. من غير مع البداية ومع المركز الأول كي يقدم لنا مضمون مع المركز الأول؟ المركز الثالث، ثالث الأسماء، وصل الفايز، الفايز مع المركز الثالث لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. من يقدم لنا الفايز مع المركز الثالث؟ رابع الأسماء، رابع التحديات. من يتقدم مع المركز الرابع؟ ينطلق ثابت مع المركز الرابع لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. من يقدم لنا ثابت مع رابع التحديات؟ المركز الخامس، الحاصل مع المركز الخامس لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي. من يقدم لنا الحاصل على خامس الأسماء؟ هكذا متابعينا الأعزاء نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، مضمون مع البداية، مضمون مع الصدارة لجابر بن فرج بن حمد بن دلموك. من يقدم لنا مضمون مع المركز الأول ومع البداية؟ ثاني الأسماء، ثاني التحديات، وصل الباسل، الباسل مع المركز الثاني لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال. من يقدم لنا الباسل مع ثاني الأسماء؟ المركز الثالث، ثالث التحديات. يتقدم الفايز مع المركز الثالث لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. من يقدم لنا الفارس مع المركز الثالث؟ رابع الأسماء أو الفايز المركز الرابع، رابع التحديات، الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي. من يقدم لنا الحاصل مع المركز الرابع، المركز الخامس؟ من يتقدم مع خامس الأسماء؟ ثابت مع المركز الخامس، ثابت لراشد بن ثلاب الهاجري. من يقدم لنا ثابت مع المركز الخامس؟ نداونا الثاني للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع شعار من دلموك. من يقدم لنا مضمون مع المركز الأول، مضمون مع البداية لجابر بن فرج بن حمد بن دلموك. من يقدم لنا مضمون مع المركز الأول؟ ثاني الأسماء، ثاني التحديات، الباسل مع المركز الثاني لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال. من يقدم لنا الباسل مع ثاني الأسماء؟ المركز الثالث، يتقدم الفايز لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. من يقدم لنا الفايز مع المركز الثالث؟ رابع الأسماء، رابع التحديات، الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي. من يقدم لنا الحاصل على المركز الرابع، خامس التحديات؟ من نختتم به النداء؟ من يتقدم مع المركز الخامس ثابت مع المركز الخامس لراشد بن ثلاب الهاجري؟ من يقدم لنا ثابت مع المركز الخامس؟ ولكن أعود مع الثنائي، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. غير الباسل مع الصدارة، غير مع المركز الأول لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال. غير مع الصدارة الباسل ومع المركز الأول. ثاني الأسماء مضمون مع المركز الثاني، مضمون مع المركز الثاني لجابر بن فرج بن حمد بن دلموك. من يقدم لنا مضمون المركز الثالث الفايز؟ وصل شعار بن عقيل مع ثالث الأسماء ومع ثالث التحديات. يتقدم الفايز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل مع المركز الثالث، المركز الرابع، رابع الأسماء، الحاصل مع المركز الرابع لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي مع المركز الرابع، خامس الأسماء، ثابت بشعار بن ثلاب الهاجري. من يقدم لنا ثابت مع المركز الخامس؟ ولكن أعود الباسل مع الصدارة، الباسل مع المركز الأول، الباسل يقود
نهايه هذه المسيره. الله يا الباسل لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال، من يقدم لنا الباسل في هذا الشوط الاول في هذا الشوط الرئيسي للانتاج والمنتجين. الباسل مع المركز الاول، بن عقيل قادم مع الفايز، قادم مع الفايز. عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل مع المركز الثاني، المركز الثالث الحاصل، الحاصل مع المركز الثالث لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي، من يقدم لنا الحاصل على ثالث المراكز. المركز الرابع مضمون لجابر بن فرج بن دلموك، من يقدم لنا مضمون على رابع الأسماء. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات والأسماء الكبيرة. يتقدم الحسيني حمد بن سالم بن علي بن جهويل، من يقدم لنا الحسيني على المركز الخامس. ولكن أعود، الكيل الأخير، الكيل المثير، الباسل مع المركز الأول، الحاصل مع المركز الثاني. الباسل، الباسل مع البداية لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال، من يقدم لنا الباسل. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، ثاني المنطلقين. يتقدم الحاصل، يتقدم الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد النعيمي، من يقدم لنا الحاصل مع ثاني الأسماء. الفايز بن عقيل مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم زرعان، 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 زرعان مع المركز الرابع. سعد بن محمد بن سعد المري، من يقدم لنا زرعان. الله، الباسل، الباسل مع البداية، الباسل مع المركز الأول. ولكن غير، 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 غير شعار النعيمي. من غير مع الحاصل؟ الحاصل غير مع الصدارة، الحاصل غير مع المركز الأول. راشد بن ناصر بن راشد النعيمي مع المركز الأول. الشوط الأول لمن؟ الشوط الرئيسي لمن؟ الإنتاج والمنتجين. الحاصل والباسل، الحاصل والباسل، الحاصل والباسل. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الحاصل مع المركز الأول. الباسل يريد استعادة حقوقه المنهوبة، ولكن الحاصل، 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 الحاصل. تهانينا والناموس لمالك الحاصل على هذا الفوز، ومشكور يا عبد الله على من قدمت لنا الحاصل في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الحاصل راشد بن ناصر بن راشد النعيمي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، ثاني الأسماء، وصل الباسل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال المركز الثالث. ثالث الأسماء مشعل حمد بن علي بن عامر المري المركز الخامس. خامس الأسماء زرعان، أو رابع المراكز زرعان لسعد بن محمد بن سعد المري المركز الخامس. خامس الأسماء الفايز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. تهانينا والناموس لمالك الحاصل راشد بن ناصر بن راشد النعيمي على هذا الفوز والانتصار. هيا ساعة وصول الحاصل لخط النهائي منتزعين هذا الشوط. 7:47، 34 جزء من الثاني. المركز الثاني وصل فيه ثاني الأسماء الباسل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال توقيت زمني 7:47، 90 جزء من الثاني. المركز الثالث، ثالث الأسماء وصل مشعل حمد بن علي بن عامر المري توقيت زمني. ساعة وصول مشعل لخط النهائي حاصل على المركز الثالث 7:53، 37 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.